صح على الجيم بوكس. فقبل ما بيتيجي يقول دي ايه بيحب يقول اذا كانت اورينتيتد او يفكر دي كده الاورينتيشن بتاع الصفه اللي هي مقلوبه. انا مش وش فبيقطع بيها لان انا رايت ان ندخل ترانس لامبر عن طريق الشمال الاورطة ناحيه الشمال فالابره دايما كده ناحيه الشمال لان مش هندخل ناحيه اليمين لا الكيب بس هندخل دايما ناحيه الشمال فلازم اول واحد يحط الاشعه اورينتيتد بروبرلي لازم يوصلها على الجيم بوكس ما يبصش عليها في النور ولا في الشباك ولا في الشارع ولا لازم يبقى الجيم بوكس لان الجيم بوكس بيوري حاجات ما تبانش من غيره. فطبعا الحاجات اللي احنا عايزين نعمل ثلاث حاجات عايزين نوري انواع الانجيوغرافي وعايزين نوري الابروتشز للاورطه وعايزين نوري الاناتومي. عندنا ثلاث حاجات طبعا غير الليجنز اللي هم يا حته ضيقه حته واسعه حته كونكتنج الارثي مع الفين. لكن عندنا ثلاث حاجات عاوزين نوريهم اللي هم الروتس للاورطه ازاي الواحد يحط صبغه جوه الاورطه والطرق الانجيوجرافي والاناتومي بتاعت اللور اكستريميتي طبعا الفيسلز يعني وغير ان احنا نشوف اورتك ارتش وساعات ذراع وساعات بطن وساعات نلف الاناتومي بتاعت الفيسل بتاعت الجسم كله. فده النوع من الانجيوجرام ترانس لامبر ده الابروتش. لكن هو الواحد ممكن يصور الارتز بثلاث طرق يعني هيصورها او اربع طرق بطريقه بالاشعه العاديه خالص القديمة اللي هي الكونفنشنال او الاشعة الديجيتال اللي هي ممكن تطرح بالسي تي او بالام ار. فالواحد يقدر يصور الارتز ايمج الارتز باربع طرق او في اربع طرق الانجيوجرافي كونفنشنال وديجيتال وسي تي اي اللي هو زي ما بيقولوا ذا ستيت اوف ذا ارت اللي هو المنتهى في تصوير الفيسلز والام ار اي. فعندنا اربع طرق تصوير كنت في ده الفن هتشوفوها عاوزين تشوفوا اكزامبلز لكل واحده من دول وفي نفس الوقت اذا كنا محتاجين نبانكشر الارتري يبقى هتشوفوا طرق البانكشر الروتس اللي هي اول واحده منها اهي اللي هي دي ترانس لامبر اللي بطلنا نعملها ما بقاش حد بيعملها خالص ما حدش عشان يلحق يصبغ في الاورطه بيبانكشر الاورطه نفسها بالطريقه دي طبعا زي ما انتم شايفين خطر هيدخل من الجنب من غير ما بحس حاجه يعدي على ايه الله اعلم يدخل في الاورطه ازاي محدش يعرف. فطبعا زي ما بيقولوا محاطه بديزاسترز ما بنعملهاش. لو كنا عاوزين نبانكشر الاورطه بندخل عن طريق ايه زي ما انتم عارفين عن طريق الفيمورال ونطلع لفوق او لو عاوزين احنا نصبغ في الاورطه ايه يبقى هنبانكشر الفيمورال ونطلع لفوق فيها ريتروجريد ترانس فيمورال يقول لها ريتروجريد ترانس فيمورال. لو كنا عاوزين مش عارفين نبانكشر نفس الناحيه اللي فيها الديزيز ممكن ندخل الناحيه الثانيه ونعمل ايه؟ ونكروس اوفر نكروس اوفر الاورتك بايفوكيشن ممكن واحد يدخل من الناحيه دي يبقى عاوز يصور الناحيه الثانيه قوي يومي او عاوز يوسع الناحيه الثانيه يقوم يلف حوالين الاورتك ارتش قصدي حوالين الاورتك بايفوكيشن يقولوا عليها كروس اوفر. طبعا ممكن الواحد يدخل الطريقه الثالثه ولا الرابعه من دخول للارتيز ندخل عن طريق ايه؟ البريكل او الاكزيلري. انا معايا الالات هوريها لكم دلوقتي حالا. فين الابره اللي دخلنا بيها؟ اهي ده كونفنشنال انجيوجرام ده انجيوجرام قديم قوي 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 مش عارف بقى له كام سنه بطلنا نعمل النوع ده خالص ما بقاش بنعمله خالص خالص ولا بنعمل الروت ده ولا النوع ده. ده الكونفنشنال انجيوجرام. انتوا عارفين كونفنشنال يعني تقليدي تقليدي متفق عليه العادي. طبعا غير ان كونفنشن ممكن يكون ميتنج او اجتماع او مؤتمر لكن كونفنشنال يعني التقليدي. كلمه تقليدي دي احسن من العادي. غير اناتومي وري اناتومي طبعا ده الاورطه قدام الاورطه على الناحيه اليمين قصدي على الناحيه الشمال اليمين طبعا في الكيفه ايوه ايه البنش اللي طالع من الاورطه على الجناب دي؟ ايه؟
دول بينز دول ايه؟ هما دول الحقيقة مش غينز، دول ايه بتقولوا؟ دول اللمبر ارتز، دول اللمبر ارتز. بيبقى في اربعة لمبر ارتز او يمكن اكتر يمكن اقل، بيبقوا خارجين من ظهر الاورطة من الجناب ورايحين معدين في openings في السوس عشان يروحوا يسبلاي اللمبر اريا. فدول اللمبر ارتز، دول مش رينز، دول اللمبر ارتز. دول اللمبر ارتز بيبقوا كولاترالز ممكن لغاية تحت زي ما يمكن باين هنا شوية. وبعدين في البايفوكيشن اهي الاورطة بتتقسم عند انهي مستوى؟ عند ال 4. الاورطة بتتقسم عند ال 4 وبيطلع منها الانفيرمزنتريك عند ليفل فيرتبرا اعلى اللي هي ال 3. بيطلع عندها رينالز عند ليفل اعلى فيرتبرا اعلى اللي هي ال 2. بعد كده بيفضل لنا ال 1 يطلع عند اللور بوردر بتاعها الانفيرمزنتريك عند الابر بوردر بتاعها سيليكترون اللي هم الانبير برانشز اللي بيطلعوا من الفرونت اوف ذا اورطا. طبعا الواحد اللي عاوز يشوفهم كويس يشوف بقهم كويس لازم يصور الاورطا من فين؟ من الجنب عشان يشوف البس اللي هو طالع. طيب وريني الهاتف بتاع الناحيه اليمين دي. طبعا من غير ما تشوف رايت من لفت ولا حاجه، النيدل بتدخل دايما عن طريق الشمال ما فيهاش كلام، يعني مكان النيدل يبقى الشمال الا لو عنده سايتس انفرسس، لكن غير كده هيبقى دايما الابره من غير ما نشوف اي علامات، والعلامات ممكن تديسيف وحتى الار والال ممكن يديسيف، لكن الابره هتدخل من ناحيه الاورطه اللي هي الشمال. وبعدين رايت كومن اليا، وبعدين انترنال اليا. انتوا عارفين انترنال اليا بيتقسم انتي ديفيجن وبوستي ديفيجن، اكيد انتوا عارفينها قبل كده انتي ديفيجن وبوستي ديفيجن. الانترنال اليا طبعا مهم انه بيسبلاي اذا كنا بنتكلم عن الست المهمه مهم للبلبيك اورجنز للكولون. يعني لو ربطنا اثنين انترنال اليكس وانفيرمز انتريك يبقى بنريسك الكولون البلبيك كولون، هيجي له هيبقى جاي له دم من فين؟ هيبقى في خوف عليه، هيبقى ولا في انفيرمز انتريك ولا في اليكس، يبقى في خوف عليه. الاليك عارف اسمه قول لي اسم ثاني حد عارفه؟ الانترنال اليك، يعني الانترنال اليك له اسم ثاني حد عارفه؟ هايبوجاستريك، اسمه الهايبوجاستريك ارتري. الاليك بالعربي اسمه ايه حد عارف ترجمته العربي؟ الحرقوفي. الشريان الحرقوفي. الواحد ده الاليك مش عارف الحرقوفي ايه والكلام ده، الواحد يحب حب استطلاع عاوز اعرف ايه بالعربي ايه اليك. اليك دي اللي طلع لنا اسمه الشريان الحرقوفي فعلا صح. وطبعا قلنا قبل كده ان الكومن ستراكشر اسمه الانترنال والاكسترنال او لديب وسوبرفيشال. يعني whenever you've got a common structure such as a common artery or a common nerve they commonly divide into an internal and external or a deep and a superficial. زي ال common carotid، زي ال common iliac، وزي ال common femoral، زي ال common peroneal nerve، ومش عارف امثله ثانيه عليها ايه. وبعدين كان الحلقه ال internal iliac كمان مهم في الرجاله لان هو بيبقى responsible for normal erectile function. لما بيبقى الانتين اليكس مقفلين ناحيتين ممكن الرجاله يبقى عندهم اي دي اللي هو اريكتايل ديسفانكشن. ما حدش بيحب يقول امبوتنس، لان امبوتنس دي كلمه الناس ابتدوا يعني بغض النظر انها حاجه كويسه ولا لا بيحبوا يستعملوا تعبيرات تبقى اقل يعني اثاره للحقيقه. فبدل ما يقولوا امبوتنس يقولوا اريكتايل ديسفانكشن، بدل ما يقولوا mental retardation يقولوا learning difficulties. مش عارف بيحبوا يستعملوا الفاظ كده اظرف. طب ويبقى الراجل بيقتلوا الانتينج ليكس ممكن يبقى عنده اي دي، ممكن يبقى عنده erectile dysfunction. وبعدين فين الاكسترنال اليك؟ اول اكسترنال اليك طبعا اول ما الاكسترنال اليك يعدي على الفيمورال هيدز يبقى بقى اسمه فيمورال، ما ينفعش يبقى اسمه الياك والا الفيمر هتتضايق قوي وهتعمل هتبروتست وهينفع هتعترض يعني بشده، فلازم يبقى اسمه فيمورال. يبقى اول ما يعدي الانجوان الليجمنت يبقى في الثاي يبقى اسمه فيمورال، ويبقى اوفرلاين ذا ميديال بارت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر. يبقى اوفرلاين ذا ميديال بارت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر. ودي نقطه مهمه. ليه مهمه؟ عشان لو الواحد عاوز يفانكشر اه فري هو بالسلس
يبقى على الايمج يبقى يروح على ناحيه الميديال بارت مش اللاتر. دي نقطه مهمه، الحاجات اللي الواحد ساعات بيقولها في انتي ما بيبقاش عارف اهميتها لها، ساعات تطبيقات واضحه بالتقريب كده. ورينا هيبقى الفيمورال فين هنا شاور يعني حاجه باينه. اه هو ده الباسل نفسه، فين الباسل؟ هو كونتينيوشن يعني. بس كملي بقى معاك ليه راح كده؟ هو ولا مش كده غير مره مش كده؟ اه ايوه بالظبط. المهم بقى البني ادم ده عنده ده نورمال ولا نورمال؟ الايميج دي نورمال ولا نورمال؟ طبعا هنا اللابتوب ايليك منفوخ بعد ما كان عنده الاول نيتل او ستامب وبعد كده قفل. طبعا دي اهميتها ليه؟ لان الواحد لو عاوز يدخل في الالياك ويوسعه بجايد واير يبقى اسهل له. ايه لو كان عنده نيبل او ستامب عشان يدخل فيها، لو كان مقفول فلاش مع اورتا يبقى صعب قوي انه يعدي الجايد واير. لكن لما الاقي عنده كده زي دي شاوري على النيبل دي، ايوه يبقى هيعرف يدخل يدخل جايد واير في النيبل وبعد كده يقعد يحاول يدخل في الحته الاوكلودد. لكن من غير النيبل دي هيبقى صعب قوي انه يدخل على الارتري. اللي بتخلي النيبل دي تبقى عايشه او مفتوحه ان في برانش طالع منها، او انا متخيل كده في برانش طالع منها. اه بالظبط كده، او كولاترال، انها لو ما كانش ده طالع كانت هتقفل، كانت هتبقى زي ما بيقولوا كل دي ساك وترومبوز. ورينا الاكسنت اوف اكلوجن، فين الاكسنت اوف اكلوجن؟ طول الاكلوجن، طول الاكلوجن فين؟ ايوه خلاص هنا الارتي بان تاني مش كده ولا ايه؟ اهو ده الانتنال اللي في الاكسترنال، شبه فيلد زي التاني الاكسترنال، الاكسترنال كوم ليك مقفول. تعالي غدا من بعيد، تعالي غدا من بعيد عشان تشوفيهم واضحين. تعالي ابعدي قوي. بصي هتلاقي الفيسلز باينه. لو الفيسلز مالت من كولاترالز ديستال اوبستراكشن وبانت بيقول عليها ايه؟ بيقول عليها ديستال ران اوف، بيقولوا عليها ديستال ران اوف، ودي اللي بتنيبل ذا فاسكولار سيرجن تو بيرفورم ا باي باس. يعني if there were no vessels distal to the occlusion كان هيعمل باي باس ولا انجو بلاستي على ايه؟ كان هينزل ديستال على ايه؟ فهنا عنده كوميونيك مقفول وعلى طول الفيسلز الديستال اللي هم الانترنال اكسترنال ريكونستيتيوتد على طول مفتوحين طبعا كولاترالز. وهيفتحوا ازاي بكولاترالز؟ شفتيهم؟ ايوه برافو عليكي. وده الانترنال اليك، ويمكن في حته ستامب فوق برضه من الكومن اليك. الواحد لما يعلق على انجيوجرام بيبقى عاوز يقول الانجيوجرام ده فيه حته من الارتري كبيره وسعت ولا حته ضيقه؟ طبعا لو كانت حته واسعه هيشخص ايه؟ انيوريزم. كان عنده انيوريزم وشفته معانا زمان وهنشوف تاني مع بعض سي تيز مليانه اورتيك انيوريزمز مش كده ولا؟ امبارح شفته. بس طبعا امبارح شفته اكيد، وشفته العين نفسها الحمد لله. لكن انا اقصد اقول في الايمجنج كورس شفته زمان سي تيز مليانه اورتيك انيوريزمز، وفي اورتيك انيوريزمز هنرجع طبعا نشوفها تاني. فالواحد ببساطة كده يعمل لنفسه الجوريزم صغير يقول ده انجيوجرام ويطلع سهم يقول دايلاتيشن يس نو يس، لو دايلاتد يطلع منه سهم تاني ابيرنس سيمالتينيس ابيرنس اوف ذا فين يقول يس نو، لو نو يبقى ده انيوريزم، لو يس يعني لو الارتي والفين باينين مع بعض والارتي ممكن يكون دايلاتد او الفين دايلاتد يبقى ده عنده ايه؟ ايه في فيستولا؟ تبقى ايه في فيستولا؟ ما هو الارتي والفين يبانوا مع بعض، ما ينفعش الفين عشان يبان ده لازم يكون الصبغة مشيت من الارتي وملك الكاتيتر اللي بدات تتراحل على الفين، فعمرهم ما يبانوا مع بعض الا لو في فيستولا. لو بانوا مع بعض يبقى دي على طول فيها فيستولا وممكن تكون في حته دايليتد او لا. يبقى الواحد هيبتدي يقول انجيوجرام نو خلاص طلعنا على حاجه ثانيه يس، يبقى يقول دايليتيشن نو خلاص يس، يبقى فين فيجواليز ولا لا يس، تبقى ايه في السلانو تبقى انيوريزم. لما فيش دايليتيشن يبقى هيسال نفسه في ستينوزز نو
ولا في دايلاتيشن ولا في سينوزز، يبقى هو غالبا بيتعامل مع نورمال. مع نورمال هو الالجوريزمز دي بتوضح للواحد ازاي الواحد يفكر، حطها في ستيبس مكتوبه، بس هو ده الواحد احنا كده بنفكر اوتوماتيكلي، بس عشان في الاول الواحد مش قادر يفكر من نفسه فبيحط لنفسه خطوات، وعشان نستاندردايز التفكير عشان كل الناس يفكروا زي بعض في عندنا الالجوريزم او بروتوكول بنقعد نطبقه كل مره. لو طلعت حتى ضيقه، انا بتهيألي هو مكتوب في حته بس عليا ان انا اصوره، لو طلعت حته ضيقه هنكتبه، لو طلعت حته ضيقه يبقى عاوز اعرف الحته الضيقه دي فين؟ انهي بسل؟ عاوز اعرف هي ضيقه قد ايه؟ يعني استيناتيك ولا كومبليت اوكلودد؟ طبعا الناس بتوع الالترا ساوند او الدوبلكس يقدروا يقولوا الدي قد ايه بالفيلوسيتيز، لكن رفلي ممكن واحد في الانجيوجرام يقول ضيقه قد ايه، يبقى عاوز يقول انهي ارض ضيقه قد ايه، الطول الحته الضيقه طولها قد ايه، وعاوز يعرف اذا كان لها سبيشال فيتشر ضيقه الدي شكله ايه او القفله شكلها ايه، يبقى فين ديجري لينث سبيشال كاركتر. باي حد يقول الارض فوق الدي، عاوز يعرف هو الفوق ارض فوق الدي شكله ابنورمال، الارض تحت اللي هو هيقول عليه الران اوف بان ولا لا، والايه والارض حوالين الدي اللي هو الكولاترالز يعني، فبسيطه قوي فوق تحت الدي نفسه واللي حواليه، بسيطه قوي 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 قوي. الانجيوجرامز من اسهل الحاجات دي لسبب بسيط، لان الارتز منظمه قوي، الارتز ما فيها ما يعني منظمه مش زي البنز، البنز ملخبطه، المعده الحمد لله ملخبطه قوي، الامعاء ملخبطه اكتر، لكن الارتز ما عندهاش ما بتلعبش، اناتومي واضحه و يا حتى ضيقه حتى واسعه حتى ارتيوفين زيها زي البيليري، اللي هم حتى في البيليري بيقولوا كولانجيوغرافي يعني انجيو، بيقولوا انجيو تاني، الاثنين دول منظمين قوي ما فيهمش اي كلام. يبقى انتوا شفنا ايه؟ انتوا عارفين على مين بنشوف ثلاث حاجات، الاناتومي كلها بتاعت اللور اكستريميتي الفيسلز والروتس وطور الانجيوغرافي. انتوا دلوقتي شفتوا الاناتومي بتاعت الابدومينال اورتا والالياكس، وشفتوا روت اللي هو ترانس لامبر اللي بطلنا نعمله، وشفتوا الطريقه اللي هي الايه؟ باي باس، الطريقه اللي هي الكونفشنال انجيوغرافي، دي كونفشنال، دي التقليديه قوي، دي الطريقه التقليديه قوي 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 قوي، لان بعد كده في الطريقه الثانيه اللي انتوا هتشوفوها دي هنحط دي على طول ان شاء الله اللي عند الثاي اللي فوق يعني اللي عند الكاميرا خلص حته الانتيو على الاقل. دي طريقه تصوير اللي هي الديجيتال، دي الديجيتال، ديجيتال يعني رقميه طبعا، يعني كل حاجه عندها ب 0101 ديجيتال، يعني ديجيتال طبعا مالهاش اي دعوه بالديجيتس، ديجيتال زي الديجيتال حاجات التكنولوجي المعروفه، مش مبسوط بيهم يعني، وزي ما انتم شايفين كتير جدا. محمد تعالى قول لي في كام بسل هنا، محمد تعالى كده شاور لي على في كام بسل، شاور لي على البسل، احنا بنتكلم دلوقتي على اللاج، شاور على التيبيا وشاور على الركبه، التيبيا واضحه طبعا ما فيهاش اي كلام، والركبه اهي، وفين الفيبلا، الفيبلا اهي، دول الى حد ما مطروحين، طريقه الطرح معروفه من زمان قوي، الواحد ممكن يطرح ممكن يجمع حاجات معروفه قوي، السي تي اي اللي هو المالتي ديتكتور سي تي يقدر
يطرح اي حاجه ويخلي اي حاجه زي ما هو عاوز، وصور بقى اي الوان زي ما هو عاوز، اي حاجه هو عاوزها. وهنا بقى في كام مثل شايفه، ادي واحد وادي اثنين وادي ثلاثه وادي اربعه. فين التيبيا؟ التيبيا اهي. وفين اقرب مثل لها؟ لا اقرب مثل لها اقرب واحد اللي عليها فوق. اطلع فوق يا رجل، اطلع فوق كمان شويه. ده وطبعا ده لو كمل هيروح يلاقي نفسه في نهايه التيبيا اللي هي ايه؟ نهايه التيبيا يا جماعه تبقى ايه؟ نهايه التيبيا الميديال ماليوس. يبقى ده البوستيرير تيبيال ارتري اللي هو بيتحس ان انت عارفين ورا الميديال ماليوس. فين شارع البوستيرير تيبيال ارتري؟ فين؟ اهو ادي البوستيرير تيبيال ارتري. ده البوستيرير تيبيال ارتي هو الموست ميديال اوف ذا فيسلز، لانه بعده هيبقى فيه بره الجسم. ما هو ميديال مانيلس مفيش حاجه بعد كده، مور ميديال عن كده مفيش. في واحد جنبه مور لاترال، ايوه جنب الفيبيولا، جنب الفيبيولا ماشي في الوسط بالظبط. هو الشريان المحوري، يعني هو الاكزيال ارتي بتاع اللور اكستريميتي، يعني هو اللي في الوسط بالظبط جنب الفيبيولا. جنب الفيبيولا، جنب الفيبيولا يعني اسمه ايه؟ بيرونيال. اسمه البيرونيال، لان البيرونيال يعني فيبيولر. بيرونيال يعني فيبيولر، بيرونيال يعني فيبيولر، انها مرات كتيره. وده ما بيكملش في الفوت، بيخلص عند الانكل. يمكن يدي برانشز للبوستيتيبل للانتيتيبل، لكن ما بيكملش في الفوت، ما بيكملش، مش بيكمل في الفرس. تبقى دي الكورونيه الشارع التاني اهو، اطلع معاهم الاثنين، اطلع معاهم الاثنين، ايوه. يبقى ده الترانك اللي بيدي الاثنين، يبقى اسمه تيبيو بيرونيل، يبقى اسمه التيبيو بيرونيل، لانه بيدي بوستيتيبيال وبيدي بوستيتيبيال وبيدي بيرونيل، يبقى اسمه تيبيو بيرونيل. اطلع معاه فوق، اطلع معاه فوق. يبقى ده اللور بابيتيل، اللي اول برانش من البرانشز بتاعته هي اللي طالعه بانجل كده، ايوه ده الانتيتيبيل اللي هو هيجي عند الانكل، يبقى دورسالس فيدس. يجي بعد كده يبقى دورسالس فيدس عند الانكل، ده الانتيتيبيل طالع بانجل، لان هو بيبقى البابيتيل بيبقى ورا، بيبقى الانتيتيبيل عليه انه يعدي قدام او فوق ايه؟ الانتر اوسيس ممبرين. ما هو ورا عاوز يجي قدام، هو ورا التيبيا والفيبيلا عاوز يجي قدامهم، عشان يعدي قدامهم لازم يعدي الانتر اوسيس ممبرين، فيبقى لازم هيطلع بانجل، لان هو هيبقى ورا وده فيطلع بانجل. له شولدر كده مشهور قوي، شكله مشهور. بيكمل تحت بقى هذا الاوسيس فيدس اللي هو الارتي المشهور قوي اللي بنقعد نحسه. فدول الليج ارتيز بيعدي قدام عند فوق الابر بوردر، الابر فري بوردر اوف ذا انتر اوسيس ميمبرين. يعني يبقى الانتر اوسيس ميمبرين كده والبوبيتيل وراه، ويقوم يدي الارتي بتاعه عشان ينزل على الانتر اوسيس ميمبرين قدام. مش الانتر اوسيس ميمبرين لازم يكون له سوبيريور فري بوردر، فيعدي فوقه وينزل في الانتير كومبارتمنت عشان يبقى معاه انهي نيرف. اللي احنا ابتدينا بالبوبريتيل الانفراجينيكولار بوبريتيل تحت النين، ادى انتيريور تيبيال، بعد كده ادى تيبيو بيرونيال ترانك، بعد كده ادى بوستي تيبيال فيري ميديال وبيرونيال اكزيال. اكسس يعني محور، بعد الاكزيال يعني احنا لو دخلنا قسطره من الفيمورال ودخلناها لتحت غالبا هتختار تدخل في مين؟
البرونير في البرونير اللي هو الانلاين ما فيش اي داعي ان تدخل في الانتي تيبيال ولا الكوستي تيبيال الا لو كان البرونير ايه مقفول طبعا مش هتلاقي السكه الا كده لكن لو دخلناها كده ببساطه هتدخل غالبا في البرونير لان هو العرض المحوري هو الاجزاء الاكثر طبعا لو طلعنا شويه بالافلام دي لو طلعنا دي الفيمر الواحد لما بيبص على فيلم بيحب يقول هو متصرف في اي اتجاه فده ده لاترال فيو بيحب يقول هو متصرف في اي اتجاه لا لو تفتكر الواحد الاول بيبص على الاسم والتاريخ والسن والسنتر بتاع دي يشوف اذا كان في علامات يشوف ايه اللي اتصور بايه بيصور لا انهي اليوم العيان محطوط في الواقع يعني دي انتفات ففي طقوس معروفه على بين بوكس كل مره الواحد يعمل تشيك ليست نفسه الحاجات دي كلها عملتها ولا لا ده لاترال فيو ده لاترال فيو فين النيه ممكن 28 اغسطس بالظبط اهي وفين الفيمر بالظبط والتيجا طبعا حتمنا صغيره باينه طبعا يبقى الارتري يمكن في الفيلم الثاني باينه احسن من محمد في الفيلم اللي هناك ده يبقى الارتري اللي ورا اللور اند اوف الفيمر اسمه ايه؟ الفيم ولو طلعنا معاه لفوق يبقى اسمه سوبرفيشال فيمرال لغايه ما يونايت مع البروفاندا ويعمل كومن فيمرال يروح على الاكستند الالياك على الكومن الالياك على الاورطة وطبعا البني ادم ده عنده ايه؟ عنده ايه؟ دايلاتيشن عنده انيوريزم ما هو عنده حته من الارتري عملت قد كده في السبتراكشن تكنيكس كتير قوي صبغت بان سودا الطرح يخلي صبغت بان سودا مش هتبان بيضة الحاجات اللي تبان بيضة في النون سبتراكتد هتبان سودا في السبتراكتد واللي تبان سودا تبان بيضة مقلوبة بتتقلب فما يجراش حاجة المهم في فرق بين الاثنين شرح الانيوريزم تاني اهو ده البابيتال ارتري انيوريزم حجم الانيوريزم ممكن يكون اكبر من كده حجمه ممكن يكون اكبر من كده لان ممكن يكون مليان ايه مليان ثرومبس راح يدي صبغه الصبغه هتتحط في الحته اللي هي فيها اليومن فبقى فيه ثرومبس كتيره ما تتشافش بالانجيوجرام فعشان كده الانجيوجرافي مش احسن طريقه توري انيوريزم سي تي السي تي او الدوبلكس لكن الواحد بيعمل انجيوجرام في وجود انيوريزم عشان يشوف لحسن يكون معاه associated occlusive disease يكون معاه حاجه مقفوله طبعا هنا ما عندوش حاجه مقفوله ونظريا لو راح حاسس بالس يبقى مش محتاج يعمل انجيوجرام خالص لانه في بالس يبقى محتاج يتعامل مع الانيوريزم خلاص لو في ديستال بالس زي اللي انا شفتهم امبارح اللي عندها انيوريزم وعندها ديستال بالسيشنز يبقى خلاص ده بابيتي ارتري انيوريزم بابيتي ارتري انيوريزمز ار كومن باي ذا واي يعني هما يجوا على طول بعد الاورطه اكتر انيوريزم يجي في الجسم هو الاورطه الانفرارينا اللي قدام الاورطه الاورطه تحت الرينا الباسل بعد على طول يجي الكوكوتير ويبقى العيانه اللي عندها كوكوتير ارتري انيوريزمز لازم نحط ايدنا على بطنها عشان يكون عندها اورتيك انيوريزم والعيان اللي عنده كوكوتير ارتري والعيان اللي عنده اورتيك انيوريزمز نحط ايدنا على البابيتيل عشان يكون عنده بابيتيل انيوريزمز ريفلكسز الواحد بيتدرب عليها يبقى النوع ده ده ديجيتال ستادي وانتوا شفتوا كمان طرق قصدي شفتوا الاناتومي كليري بتاعت اللاج ارتيز اللي هم التيبيالز ساعات يقولوا على الثلاثه بس الزول دي الترايفوكيشن ساعات يقولوا لها دي الترايفوكيشن طيب
State of the art في الـ arterial imaging هو الواحد يعمل CTA يعمل CT angiography اللي بيقلعه كده الـ multi-detector CT الـ multi-detector ده ابتدى باربعة مش عارف كام لغاية وصل لغاية 420 detector لغاية ما وصل لـ 420 times 2 640 دي بقى PCD عنده 640 detector يقدر يصور الجسم كله في ولا في زمن قصير قوي وعشان كده يقدر يصور كمان الايه القلب الجسد بتاعه القلب لان القلب عيبه ان هو قاعد يعمل كده يضايق السي تي لكن لو صور فتره قصيره قوي يبقى يقدر يصور يعمل حتى كورونري انجيوغرافي من غير ما يفانكشر الارتري بصبغه اي بي انتوا شكلكم مش متخيل الواحد يطلع الكورونريز هو ده الهليكال الهيليكال ده تم خلاص مات الهيليكال ده اكسباير الهيليكال ده قديم قوي 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 دلوقتي كنا زمان فرحانين بيه دلوقتي خلاص مالتي ديتكتور بقى الهيليكال بقى الترمينولوجي قديمه بيقول عليه ام دي سي تي ام دي سي تي يمكن اكتر واحد موجود في مصر 256 ديتكتور 320 في 640 سون هيبقى موجود 640 ديتكتور يعني سي تي رهيب طبعا بيصور فقط صغير قوي يقدر يريكونستراكت اي حاجه ويطرح اي حاجه ويلون اي حاجه ويصور اي بلين يعني يقدر يعمل هو عاوزه كورونال ساجيتال مش عارف ايه بسرعه شديده بس طبعا بيرديت العيان يدينه راديشن قوي قوي ومن ضمن الخيال العلمي اللي كان الناس بيتكلموا عليه ان العيان هو داخل الكليشن بص عليه بيعدي في سي تي ولا ام ار اي يطلع له صوره الجسم على طول ما بقاش هيقعد معاه الصوره كلها متصور ايمج كله وقعد يبص على صورته من غير ما يقوم يحط ايده عليه وهيحصل عملوه فندم عملوه رجاله ده سي تي اي على اللور اكستريميتي طبعا ودول الفيسلز العظم مش شغال خالص السي تي اي ممكن يطرح اي حاجه زي ما عاوز يخلي او يطرح ويريكونستراكت ويطلع 3 دي ايمجز ويلون بالالوان الطبيعيه ويطلع في اي بلين رغم ان السي تي القديم كان اسمه ايام ما احنا كنا بنتعلمه زمان قوي كان اسمه كمبيوترايزد اكزيال توموجرافي كات سكان طبعا حد من زمان قوي شلنا كلمه كات دي ما قلناش خلاص كلمه اي دي اتثابت فبنقول سي تي على طول فمين يحب يطلع يقول محمد حابب تطلع تعلق عليه؟ مش مشكله طبعا ممكن يصور في اي بلين الواحد على المونيتور يقعد يلعب بالمونيتور يطلع له هنا وهنا ويجيبه كده في اي وضع هو عاوزه طارح كل حاجه ملون كل حاجه بسرعه شديده مش عارف ايه تاني فا ايه دول بقى ده الاكسترنال وفين الانترنال؟ مش عارفين انت بتلعب معايا شويه بره مش عارفين ده في انيوريزم اهو ده في انيوريزم ما فيهوش اي كلام محمد بيقول مش عارفين اللي بيقول ده بيقول
يقول سكيلر انيريزم، يقول ده ممكن يبقى سكيلر يعني بس في نقطه ضعف واحده مطلعه انيريزم على جنب، مش فيوزي فور، مش سيركمفرنشلي ويك في نقطه. فغالبا هو كده فعلا، بس انا مش عارف هو فين، هو ده فين في الابر تو ثيردز، وبعد كده يقوم معدي في الادابتر ماجنس ويروح لورا يبقى الكوبريتير بالظبط. يبقى جول الفيمورالز شارع الفيمورالز الاس اف ايز، ايوه رفلي شارع على فين الاس اف ايز بيبقى كوبريتير رفلي رف موافق الكوبريتير بالاسم بالركبه لحته فوق حته تحت. بعدين ممكن نطلع بقى فوق كده، ابتدت الاناتومي من تاني تبقى اوضح. يبقى احنا كده فين؟ بص لفوق خالص، بص لفوق خالص، بص لفوق خالص، باسل كبير مقسوم، ايوه الناحيه الثانيه يمكن اوضح، الناحيه الثانيه اوضح، لا لا انا اصلا اقول
هنا بس الناحيه الثانيه. ايوه ايوه. مين ده؟ مين اللي حاطط ايدك عليه على المؤشر ده؟ ده الاكسترنال. فين الانترنال ايريا؟ برافو عليك. فين الكومن ايريا؟ اللي فوق. يبقى بالمقارنه فين الحاجات بتاعت الناحيه دي؟ ده الاكسترنال، ده الانترنال. ويبقى الانيريزم طالع من حته مكان من الاكسترنال بيبتدي يبقى فيبرال. طبعا ده بنصور ابليك او بيت لاترال. ويبقى ده مش هقرا حاجه. يبقى ده الكومن فيبرال وده الاس اف اي. وطبعا القاسي اللي في الثاي اللي موجود لبره اللي بيدي برانشز اللي بيغذي الثاي هو البروفاندا فيبرس. ده البروفاندا فيبرس. ده البروفاندا فيبرس ده الاس اف اي زي ما شايفين ملوش فروق. وده الانيريزم اللي موجود هنا ممكن يكون حجمه اكبر من ده عشان يبقى مليان ايه؟ مليان ترامبس. الراجل ده كان شاب عنده مش عارف حاجه 20 سنه. والحاجه اللي تجيب له انيريزم هنا يا اما هيبقى ارثريتيك. لكن هو ما كانش كده. كان دراج ابيوزر. كان دراج ابيوزر بيحقن نفسه حاجات اي في اعوذ بالله لغايه ما جاب نفسه مايكوتيك انيريزم في الحته دي. مايكوتيك كان احمر وبيوجعه وعليه قديمة وما ينفعش الواحد يريكونستراكت لانه على انه ريكونستراكشن هيبقى بيتفكك فترات. ربطناها ربطنا الاليك. الاليك فوق وتحت الانيوريزم. دراج ابيوزرز ديفلوب مايكوتيك انيوريزمز. قول. ده اصل انصار كده. ده انصار ليه. ده هو لو كان بيتصور كده كان هيبقى مختلف. كان صاروا بليك لانه الاثنين بس جنب بعض صاروا بليك. ولو تاخدوا بالكم هو اوريدي باين دي منتومة وترومبس اللي بصوا البس البوش دي شايفين دي كلها. دي كلها شكلها فيسلز ستريتش على حاجه. فكان عنده هيماتوما وإديمة وانفلاماتوري رياكشن كبير قوي من المايكوتيك انيريزمز. عارفين كلمة مايكوتيك انيوريزمز أول ما اتوصفت مع ال الإيه؟ الإنفكتيف اندوكاردايتس بالظبط. لكن دلوقتي بيسموا مايكوتيك انيوريزمز لأي انيوريزم انفكتيف أي أورجانيزم ريسبتو انفكشن. خلاص يا محمد متشكر. يبقى ده كمان أنتوا شفتوا دلوقتي كمان إيه؟ شفتوا كونفشنال انديوجرام، شفتوا ديجيتال، شفتوا سي تي أي. السي تي أي مستو كبيرة قوي انه بيتحقن اي بي. يبقى كده ما بقاش عندنا مشكله الارتير بانكشر. الارتير بانكشر لها مشاكل. واحد يدخل في ارتري انتوا عارفين واحد محافظ على ارتري قد ايه؟ يدخل بابره فيه ممكن يعمل له ديسكشن، ممكن يعمل له سباز، ممكن يعمل له ثرومبوزز، ممكن يعمل فيه خون كبير. تاني لا دي مش ظريفه. ممكن بصوا كويس، بصوا كويس عشان تشوفوا. ما حدش من قاعد من بعيد قوي يحب يقرب خالص. انا شخصيا بقعد ورا دايما عشان انام. لكن يعني ما حدش يشوف راسي هنا بتتطوع كده. ده بيحصل لي دايما لو النور طفى خلاص. فممكن تقعدوا وما تناموش. مش بضايقكم خالص. بس هو دي فعلا الحقيقه. يلا يا رامي قول ايه احنا مصورين ايه؟ انهي جزء من الجسم؟ الواحد يبص على واحد يعرف انهي جزء من الجسم. عاوز عظمه. وعظمه مش مطروحه. الطرح ممكن يخلي الواحد ما يعرفش الا كده بانه بيشوف كتير فيبتدي يعرف المنظر بالتقريب. لكن ده مطروح ما بقاش مش شايف حاجه خالص. مطروح قوي. سبتراكت او سبستراكت. الاثنين صح يعني الاثنين مظبوطين. فين الفيلم اللي مش مطروح؟ اهو الفيلم ده الطرح.
ده العظم ما بقتش باينه. وايه بس حتى هنا في صبغه لسه باينه بيضاء. الراجل تعالى هنا من فضلك واشاره على الصبغه وهي ملونه بيضاء اهو. ده انهي عرف يا رامي؟ ده فوق شاور عليه كده الكوكتيل ده. ده انهي جزء من الكوكتيل؟ ابر 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 او سوفروجينيكولر. وفين الـ فين الـ الاس اف ايه؟ الاس اف ايه فين؟ فوق. التغيير بيحصل عند الـ لور ثيرد اوف ذا ثاي. عند الادكتور هايتس مكان ما الارت يعدي في المسل ويبقى ورا يقلب يبقى اسمه كوكتيل. دي اكتر حتى بيبقى فيها ديزيز. ودي اكتر حتى تحصل فيها اكيوت ترومبوزز. الامبوليزم يجي عند حته بتتفرع عشان ده التفريعه الدايمتر بتاع الارت مره واحده بيقل. فالترومبس تبقى الامبوليس تبقى ماشيه قادره تمشي في الدم. تيجي تلاقي الكالب اقل مره واحده تقوم واقف عند بايفوكيشن. فالنقط المهمه المعروفه بقى دي فرق بين الامبوليزم والترومبوزز بطرق ثانيه طبعا من الطرق دي. طيب وده الفيلم اللي اتطرح. الارتي شكله يمكن كله على بعضه كبير سنه كده مش انيريزمال بس شكله انه كبير. بعدين ايه اللي جرى يا رامي؟ يعني ايه؟ في هنا شارو يعني فين شارع الارتي؟ شارع الارتي اهو الارتي جاء وبعدين كده حصل لخبطه وفي شادو جاي جنبه. لا اهو 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 بالتالي بقى في اثنين ستراكشرز ما فيهمش اي خلاف. فين يا رامي اشاره ليهم كده؟ اهو واهو. واحد اصغر من الثاني وحصل الكلام ده عند الليفل بتاع الركبه. ايدي فيسترا وتبقى دي ايدي فيسترا. تبقى دي ايه سمت ايه بيفسر. في شويه دايليتيشن مفيش دايليتد بارت واضحه لكن في شويه دايليتيشن جنرال. وتبقى دي اي بي فيستلا. السمارتيكس فين الصبيات الاثنين مع بعض كده تبقى ايه بي فيستلا. ما ينفعش يجوا مع بعض. يجوا مع بعض ازاي؟ ده عشان البين يبان لازم يكون الصبا مشيت من الارتري وصورنا هناك وصورنا زي ما بيقولوا The venous phase of an arteriography. يعني لما يروح يصور في الارض ممكن بعد كده يصور ليت الفينز وقبل كده يصور كابيلري فيز. فتبقى في ارتيريال فيز في كابيلري فيز في فينوس فيز. دول بنوا مع بعض. شغل عليهم يا رامي تاني. طبعا زي ما انتم شفتوا بنوا بالتدريج. الاول الارض يبان بعد كده الفين ابتدى يبان لغايه ما بقى باين قوي. ايه طريقه التصوير دي؟ صورنا ازاي؟ ديجيتال. دي ديجيتال سبتراكشن ما فيهاش كلام. مطروحه قوي لدرجه ان احنا ما بقناش عارفين العظمه. واللي بان هنا ان في اي بي فيستولا. مش هنقدر نشوف مكان الفيستولا بالظبط. يعني مش شرط ان احنا نشوف نقول ادي الفيستولا، لا احنا هنشوف ايه؟ في الاريا هنقول في الابر بوكيتيل ابتدى الفين يبان. يبقى ده مكان الفيستولا لكن مش هنحددها بالظبط. الارسي تحت ما بانش كويس. الارض تحت ما بانش كويس. تعرف ليه يا رامي؟ لا يعني هو سؤال يعني مهم قوي. ما بانش كويس عشان الدم بيتسرب من القصه الارض للبين. الضغط واطي فين؟ في البين. يبقى الدم هيروح على الحته اللي فيها ضغط واطي. هو حد عاوز يعدي في حته ضيقه ليه؟ تلاقي حته واسعه فيها ضغط قليل يروح عليها مضروب. فبيقول عليها ايه دي؟ ستيل. كان البين سرق دم من الارتي. يبقى عشان كده الواحد يجي يحس البلس ديستن للفيسترا يلاقي البلس ايه؟ ويك او يمكن احسن الضغط واطي. وطبعا يلاقي عنده لو هي قريبه قوي من القلب يلاقي عنده ايه؟ هايبر دايناميك سيركيليشن. يعني عنده لو بريفر ريزيستنس وعنده انكريز فينوس ريتيرن. بدل ما الدم يروح ويعدي في الكافيز والضغط يبقى عالي يرجع على طول على القلب. يبقى الفي 60 زايد يبقى يبتدي العيان يبقى عنده ايه؟ تاكيكارديا. ويبقى عنده سيستوليك عالي
داستاليك واطي والتكيكارديا، ويجوا الواحد يجي يقفل الفيستولا يوم البالس يوطى، يجي له بريديكارديا اللي هي البرانهامز افكت. برانهام فيها اتش، بس الاتش ما الواحد مش بيقول برانهام، يعني خليها شويه كده سايلنت. فمعروف البريديكارديا افكت طبعا. ده كل الكلام ده لما الفيستولا تبقى قريبه من القلب، كل ما تبقى قريبه من القلب كل ما يبقى باين، كل ما بعيده كل ما تبقى اقل اهميه. يبقى عليها ثريل وبروي، ممكن في حس واحترام، يبقى عليها ثريل وبروي. وطبعا حاجه بالبلسيك والساكن للجلوكوز فينز، والضغط في الفينز يبقى عالي، والضغط في الارتي للديستال يبقى واطي، ويعمل ساكن للجلوكوز فينز، ويمكن لدرجه انه يعمل إديما وإيه؟ وألسر، فينس ألسر، زي بالظبط السكند فيكوز فين بتاعت الدي دي تي. فواضحة قوي، واضحة قوي. يبقى أنت شفته أوكلوسيف ديزيز، وشفته أنيوريزم، وشفته إي بي فيسترا، شفته حاجات ظريفة. لا لازم تقولوا شفته حاجات ظريفة، لازم تعترفوا. يعني لازم تكون فاس لما شفتوا ثلاث حاجات زراح على الاقل، وشويه روتس، وشويه طرق التصوير. انت هتقعد؟ لا مش هتقعد، هتقعد. عندنا ايه تاني نبص عليه دلوقتي؟ طبعا يعني هتعب جدا برضه كالعاده. دي برضه طبعا بريكر انيوريزم. كوره خلاص، كوره فيها صبغه تبقى انيوريزم، هتبقى ايه يعني؟ مش محتاجه اي فن للتشخيص خالص، محتاجه كونفدنس. ده هو قال هاي، بس محتاجه كونفدنس. الكونفدنس دي تيجي ازاي؟ الكونفدنس بتيجي ان الواحد مره يقول او مره يعمل، يوم يبقى عارف انه لو كررها هتجيب نفس النتيجه. يبتدي يواثق يقول لا لو عملت كده هتيجي كده، لو عملت كده هتيجي كده. لو ما عملتش ولا شاف يبقى هو هيبقى خايف. انا سمعت بس ترى انا طبقتها، فهتيجي كده ولا لا؟ حتى في الجراحين بيبقى كده، الواحد يعمل عمليه مره بعد كده ممكن يعني يهد اي حاجه. السفر مش حقيقي، لازم كل مره بيزود سخطه لغايه ما يبقى واثق شويه. طبعا بعد كده يقوم يحس انه واثق قوي، يقوم يحصل له مصيبه، يقوم يعمل كده تاني، يفضل يطلع وينزل لغايه ما الليرنينج كيرف بتاعه يبقى ان شاء الله عالي. فيلا ايه المصاريف؟ في جزء من الجسم هنا ده الاخر الاسلامي، الاناتوم مش مصنوع غلط فيها. يا راح بص على ده، ده قال الرجل ده بقى كارثه حاجه. لا في حاجات تحتفر، في حاجات لا تحتفر. فدي ده طبعا تشست اهو، طبعا مطروح مش عارف ليه بتاع دي مش باينه كويس، ليه مزرله؟ هي يعني مزللة ولا انا متهيألي عشان هي نفسها ضايق ومطروحة، وباين ان في كورة. فين الكورة؟ اهي الكورة اهي. بس طبعا هو محمد امين اللي انت قلت، هو محمد قال حاجة، قال ان في كورة بس هو ما شخصش صح قوي. ان هو لو دقق في ايه اللي باين؟ في ايه باين دلوقتي؟ في بين كمان، ده في اثنين داسرز بقى. فدي اجان ايه دي فيسترا بس فيها دايركتد بارت. بالظبط بيقولوا عليها فاريكوز انيوريزم، يسموها فاريكوز انيوريزم. لو كانت بروفيشنال دايركتد يبقى ليها انيوريزم الفاريكس، ويفكرونا بيها يقولوا الاوز الباريكوز فيها او تبقى فيها كوره، الانيوريزم الباريكس اكس يبقى فيها بارك كونكشن، يفكرونا بيها بالطريقه دي. لكن الواحد هيبص على ارتير الرام هيقول نو نقط ارتير الرام، يبقى دي لها حاجه ثانيه. قال لو يشوف اذا كان في حتى باريكد ولا لا، حتى باريكد يشوف معاها بين ولا لا. لو معاها بين يقول عليها ايه بيتكسر، لو معاهاش تبقى انيوريزم. لو مفيش دايلاتيشن هشوف برضه اذا كان البين بان ولا لا.
لو البين بان معاه يبقى ايدي فيس، لو ما بانش يبقى خلاص نشوف اذا كان في سينوزس. ما فيش سينوزس ولا في بين بان ولا في حتى ما ليتر يبقى نورمال. لكن لو كان في سينوزس هيكون مكانها وطولها والديجري والسبيشال فيتشرز معاها وفوقها وتحتها وحواليها. باينة شاور عليها شاورهم تاني عليها كده ادي فين العاطفي؟ شاور العاطفي يا راني. ايوه هو ده شاور العاطفي لما كان باين لوحده، لما كان باين لوحده. ايوه اولموس كان باين لوحده، بعد كده البين باين قوي. الديسك العاطفي هنا باين، الديسك العاطفي باين فندم بس رفيع رفيع. صح. فين الديسك العاطفي؟ اهو الستيل هنا مش كتيره، وفي الفاريكوز انيوريزم اللي هو الدايليتد بارت اللي باينه دي. فدي ايه دي في الصوره ثانيه. خلاص يا راجل متشكر قوي. تعالوا بقى بصوا معايا على حاجه كده. دي الجراف هتلف عليكم دلوقتي، بس بعد ما نلف وسيبوها عند الباب نفضلكم. دي داكتروم راق. داكتروم؟ دي داكتروم. دي داكتروم راق. على فكره الباينيرز الباسكت سيرجي يكون عمرها قصير قوي، على فكره عمرها مش اكتر من 50 سنه. صغيره قوي. ما كانش في باسكت سيرجي في الخمسينات، ما كانش في باسكت سيرجي. والجرافتس اول ما ابتدوا يعملوها كانوا مراطات الباسكت سيرجنز، كانوا هم اللي بيفصلوها لهم. بدات بقى الموضوع من جوز خياطه حاجه ظريفه. دلوقتي الداكروم طبعا داكروم ده بيصور حاجات كتير قوي، ودي داكروم دي بايفوركيشن جراف. بايفوركيشن جراف دي داكروم، ودي بنستعملها تو ريبليس دي اوبتيك بايفوركيشن. كان يعني انا عنده اورتو ايلي ديزيز، يتعمل له يحط له اكستند في الاورتا فوق السد، وبينزلوا دول على الفيمورالز تحت الحته المنزوله. مروان انت رهيب والله يا مروان، متشكر قوي. انا كنت لسه فاكر ما قلتلكش. مروان افتكر من نفسه ان انا طلبت منه حاجه امبارح، يعني حاجه عبيد نفسه جاء من غير ما اقول له. دي حاجه لازم اعترف له بيها انه عملها ولا ازاي بعدين؟ دي بنعمل فيها فين احمد؟ فين احمد؟ وفين انا مش شايفه ولا يوم العياده. كان في عندنا الاوتو باي فيمورال. دي الجرافت اللي بنستعملها فور الاورتو باي فيمورال باي باس. لها مين ستاند، لها اثنين لينز. اوكي هتبص عليها. لكن في كمان بي تي اف جرافت، دي واحده ثانيه باي فوركيشن برضو، بس دي جرافت ستنتد لها بره حاجات ميتال عشان تعالج انيوريزم. بي تي اف عارفين الباسكت سيرفي هي عاشت 50 سنه وماتت، استبدلت بايه دلوقتي؟ باندو باسكت. بقت الاوبن باسكت خلاص ماتت، عاشت 50 سنه بعد كده بقى عندها اندو باسكت، بقى كله اندو. فحتى الانيوريزم بتعالج من الفار اللي هو الاندو باسكت انيوريزم ريبير. ندخل دي في الانيوريزم بيركتينيوس. دي ستنتد جرافت. دي ستنت يعني جرافت مصلوبه بستنت، فتدخل ولها هوكس كده، تدخل دول يدخلوا في الاورطة فوق الانيوريزم، وتدخل دي تحت الانيوريزم. يبقى الانيوريزم بره، وعملنا له ايه؟ اكسكلوجن. الكلمه دي اللي غالبا بقولها خرجناها بره الدق بره الفلو. وثرومبوز قدام يبقى ماشي من هنا وخلاص،
وتبع حولنا عمليه كبيره قوي 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 قوي. العمليه بتتعمل في الساعه ساعه ونص كوتينز باللوكال انستيزيا، ما فيهاش كلام يعني ان هي فرق كبير قوي قوي. اه فهتشوفوا الستنتد برافت وهتشوفوا ال البايفوكيشن داكرون اللي هي مش ستنت خالص، وهتشوفوا ايه كمان، وهتشوفوا ال الجرافت الثانيه اللي هي ال اسمها ايه يا ربي دي الفورتكس اللي هي الاكستندد بولي تيتر فلوريتيلين بي تي اف اي اللي مليانه رينز اللي بتبقى سبورتد عشان تعدي الركبه. عارفين واحد ما يقدرش يعدي الركبه الا بفين، بعد لازم عشان يعدي الركبه يعديها بفين، لو ما عداش بفين دي الواحد يتني ركبته البروك السنتاتيك ال يقول الجرافت ثرومبوز الا الجهاز لو كانت تريند او سبورتد. لازم تبقوا مسلمين لازم يعني شفتوا دلوقتي كمان ثلاث حاجات ستنت جرافت و اورتك بايفوركيشن داكرون وستريت بي سي اف اي. ايه اللي عملته دي يعني ايه الجديد فيها؟ ما فيهاش حاجه ليه رينج يعني عشان لو التانا بالظبط كده دي سبورتد او رينج دي رينج عليها رينج من بره هنا انت شايلين اهو علشان لما الواحد يعدي الركبه دي يقدر يدي ركبته ومع كده الجراف تفضل تكتل هتقفل الفين فطبعا زي ما اقل حاجه ناتشرال احسن من احسن حاجه سنتاتيك دي حاجه معروفه يعني مش عاوز اي كلام. الواحد هو يقدر يجيب ناتشرال ازاي ده؟ فالفين طبعا سوبيريور بكل المقاييس، لكن لو ما فيش فين او الفين وحش يبقى الواحد او الكالب بتاعه ضيق يعني يبقى الواحد هيستعمل دي يعدي بيها النية بدل ما نعملش حاجه خالص. اوكي فدي الحاجات اللي انتوا هتبصوا عليها. لسه هقول حاجه كمان، عندنا طبعا البوكيت بلوكر اللي هو بنستعمله، بس هحتاج حد يديني تيشو مروان ولا ما مين يا ايه يا ابو محمد دي كلينكس ولا ايه يا ابو محمد ليه؟ طيب اتفضل. متشكر جدا، متشكر قوي 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 قوي. من الحاجات اللي الواحد لازم يعملها لما يحط على بني ادم جل في الاخر ينزعه عشان ما يقومش مع عقود بالجل حاجه مش ظريفه ابدا يعني. فتعالوا كده نحاول نسمع ده باكيت دوبلر، ده اللي هو البسيط قوي الدوبلر اللي بيبعت دي البرو بتاعته اللي فيها اثنين كريستلز، واحدة تبع واحدة تستقبل. لو البيم اللي طلع منها خبط حاجة ماشية يرجع بفريكونسي جديدة مختلفة يترجم على انه صوت، لو رجع بنفس الفريكونسي يبقى مفيش صوت. طيب هو بيديتكت الفلو في البين وفي الارتري، a very easy way of doing it. دوبلر ده اوستريان ساينتست، ده نمساوي، وهو ده اسم الساينتست اللي وصف الدبل ايفكت البسيط ده. الكريستال اسمها بيتزو كريستال، والكهرباء تخليها تبقى تطلع ويف، لو خبطت فيها ساوند ويف تطلع كهرباء تترجم لحاجه، صوره ولا صوت ولا اي حاجه. ده اقصى انواع الانفصام اللي هو البوكيت دوبلر. فبعد كده نسمع سيجنال الصوت الفين له صوت كونتينوس، اما الارثي له زي ما بيقولوا تراي فيز فلو، يعني يطلع بويف كده وبعدين ينزل وبعدين طالع تاني، له صوت مميز قوي. الفين بتاثر بالنفس، بتاثر بالنفس سكويز، يحط على الفيمورال ياخد نفس يقفل يسكويز القاف يسمع رو، ف يعني طبعا هنا هو حاطه على فين. الدوبلكس والليمتنج بتاع الفيسلز ده سبيشالتي، الناس
سبيشالايز مش في ده في الدوبلكس طبعا ده يعني هو ده صديقنا بتاع الكلينيكال اللي هو اي فيزيشن اي كلينيشن يقدر يستعمله لكن التاني موست بس كده عاوز تريننج كتير فدلوقتي هنعمل فيها عليا ولا على مين؟ على يوسف طب يوسف واحمد تعالوا انتوا الاثنين يلا لا هو حد يقول عاوز اجي وما اجيش بعيد قوي يعني طب دلوقتي هنعملها على دراعك ما تيجي انت تعملها ليه؟ دي حركه ظريفه قوي ولا عشان اطلع من الموضوع خالص انت بقى ايه يا باشا خلينا بقى على بريك ولا حاجه يا يوسف انت الشنطه اللي اخترعت كده هو دول كوي دول كوي اكيد بيحس البريك صح للاسف حاطط ايده على الميديا البارك بتفضل موصله ميديا البايسكس زي ما صار يقول الثاني بتاع البايسكس ميديا لو تحت اللي هو بريك عالي يعني جيب الشيء يعني بعد كل اللي انت بتعمله في النور والحاجات دي مش هتعرف تفتح ده صعب يلا احسن البطاريه بتاعته النواب هيجيبه احنا مش حاطين فيه بطاريه اوف حته فيها شبكه بقى عايش نجيب على البين بقى نجيب واحد ونعمله على الفيمر بتاعه مش واحد هنعمل بعد كده بس بريكير نورمال دكتور فين يبقى هندم فين ترايفيزيك جيبه كويس لا نسمعها تاني يمكن على كرات الفان احسن ايه اللي انت عملته عندك تيجي خالد الرقم ده الهاف ريت بتاعه هو مش بيجيب قلب هنا ولا لا لا ماشي صح هتعمل له ايه دلوقتي ايوه هو تقفل ده هتقفل ده عشان ما يطلعلهاش اي صوت مفيد قوي الواحد لو عمل باي باس وعاوز يطمن ان الباي باس بتاعته بتشتغل طبعا ممكن يعمل انجرام اعمله انت اعمله انت بس لو ما كانش موجود يبقى جيب ده ويسمع سيجنال لا ملاش سيجنال مش عارف هيتصرف ازاي من نوع كاراتك كاراتك كده مش ممكن يعني اللي يفحصك يفحصك هنعمل هنسمع له الكاراتين ده سهل قوي التعامل معاك اي حد يقول لك حطه ما فيهوش اي مشكله بقى شعر ولا لا شعر ولا لا تلعبش في الموجة يا عم تلعبش في الموجة مش كاروتين مش كاروتين الباك جراوند في بين يوسف الاي جي بي بيعمل سول تراينجل يوسف خد شويه جيم اللي هي في التو هيدز لا لا اسمعوا دي نقطه عمليه عشان انتوا كمان سنه ان شاء الله هتحطوا سنترال لاينز فيبقى عليكم تجيبوا الاي جي بي بتوين التو هيدز وتستعملوا السايد عشان عنده فيستلا بس يعني
في طبعا سيجنال تو سيجنالز صوت النور ده صح؟ خد نفس قدامه يا احمد الصوت الاحمر انت كاتمه؟ لا بقول لك ايه؟ اني اني واي هذا بنعملها مره على ال ال بتالي خلاص معاك تيشو لا عملت كويس ساعده يا راجل حرام عليك خلاص انت عشان هو ساعدك يحصل اوبريتيشن لو خد نفس السيجنال تقل والحاجات دي ف الجرافيكس هعدي عليكم الساعه كام دلوقتي 8:30 سهمش هعدي عليكم تعالوا كده نشوف حاجه كمان طبعا هنكمل ان شاء الله المره الجايه فرنسا ابستراكشن دكتور لا مش شرط بس بالتالي لسه النمبر غالبا مقطوعين هنا دكتور امال ايه الاكزيلري مكتوبه على الشمال دي اسامه برضو يعني اوبزرفت فبيقول لك ان في اكزيلري مكتوبه وطبعا هي فرنسا اكزيلري اللي عندها حقن تخلى النقطه بتاعته عن طريق الاكسلري ارتي لانه اوبسلي هي ديد نوت هاف بصوا الفيسلز بتاعتها عامله ازاي بصوا الاورتي بايفوكيشن بصوا الاورطه ازاي مقطوعه من فوق ولو في واحده فيها ستاند مش في واحده فيها ستاند فيها ستاند معلش انا متاسف فلما مش عارفين ندخل عن طريق الكاميرانز ندخل عن طريق الاكسلري ندخل الاكسلري سبتيريان ارش وننزل الأسكارة باينة فوق بس أنا مش عارف انت هتشوفوها ولا لأ بس هي باينة فوق خط اسود هننزلها لتحت شوية أهي ولها لفة كده أهي هنشوفها في حاجة أحسن بس دي فعلا دي ترانس اكزيلري الواحد يدخل للأورطة بثلاث طرق المعرفين عاوز يوصل الصدر للأورطة هيدخل عن طريق الكاميرال وده الستاندرد يدخل ريترو بريت ترانس كاميرال يدخل ترانس نمبر ده جون ويدخل ترانس اكزيلري دول الثلاث طرق المعروفين للابروتش ممكن بدل اكزيلري يدخل عن طريق البريكيال
البيكر طبعا قطري رفيع بيزعل قوي من اي حاجه تضايقه لانه حاجه واحد يضايقه يدخل فيه بابره يزعل ويترومبوز ويبقى يعني مشكله لكن طبعا معروف يبقى شفتوا دي خلاص اغزلي كمان دي هايله دي مش عاوزين نوكل عشان ما ينفعش تعمل باري قوي من هنا يعني ان شاء الله هنعمل العظم كله مع الاشعاع ان شاء الله طبعا الخطر بتغير انا فتحت على العقود دي ايه لو سمحت لا ما كنتش هتتضايق دايناميك هيبس برو بس في حاجه انا بوري باسكل دلوقتي فانا صح بس صح يا غاده ف في واحدة سيدي دي ايه بتالي يلا قلنا بص الاشعار دي بان فيها ثلاث حاجات واحدة منهم جدا قلتها من عندك عمود ايه؟ عمود ايه؟ هي اصلا فيه عايزة كان عنده فراكشور ريك فيمر اكسترا كابسولر وتركب له دي اتش اس دايناميك هيب سكرو بره الكبسول لو جوه الكبسول بنشيل الهاد ونحط بروستاتيك لو بره حتى الامبلنس باين بص الحته دي كده شكلها انا شعر حاجه بس هتفتح الحته دي كده دي ودي شكلهم ممر ده بارد في ده عمال يكسبوا لكن طبعا في حاجتين تانيين باينين ده انا عامل بروسيدر قبل كده هو ايه؟ بيطلع معاها فوق ايوه دي ستاند دي لا دي مش بي دي مش جراح دي ستاند دي ستاند دي ستاند دي دعامة في الشريان دي ستاند زي ما نحطه في الكرامل دي ستاند حتى بصوا لها كده فوق وتحت دي سيريتد بالظبط هي عامله زي الشبكه بالظبط بس فوق شبكه فوق خالص يعني تحت لا حاجه كده راديو بيك اكتر وتحت دول زي الحاجات اللي بتثبتها في الوول زي ما كانت هنا في الستاند جراف فدي ستاند تبقى معموله من ماده ظريفه قوي اسمها نايتينول طبعا ممكن تبقى تيتانيوم لكن ممكن تبقى نايتينول النايتينول ده نايتينول له خاصية ظريفة قوي ان هو حجمه بيعتمد على الحرارة حطه في مية باردة يمكنش حطه في مية سخنة يتمدد بيلعب كده نرميه في المية يعمل كده نرميه في مية سخنة يقوم عامل كده زي النورمال تندر دكتور الجافس يعني عامل النورمال ارضي يعني بالظبط ايه دكتور الجافس العادية تبقى اصلا راديو بيك ولا راديو لوسنت لا الجافس العادية تبقى راديو لوسنت الجافس العادية دي راديو لوسنت دي لازم تبقى ستاند دي لازم تبقى ستاند دي حاجه راديو بيك الستراتس بتاعتها اللي هم بيثبتوها بعيدا وشاور عين ثاني عم تفتح فوق قوي النقط الاربعه دول وتحت دي محطوطه فين يا بتاع دي تفتكر يعني فاهم هي ارت ده الفاول ده السوبرفيشال فاول المهم ان البني ادم ده كان جاي لنا برجل ورمة قوي وبحرارة عالية قوي ورجل حمراء وبتوجعه ولوكوسايتوزز واسيدوزز وفي الاخر ويلاستن لان كان عنده ساين باينة قوي هنا اهي باينة قوي 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 باينة الحتة التحتانية دي يلا هتفتحوا لي ايه الساين اللي موتته كان في هواء في التيشو كان في هواء شايفين كله ده هواء ده كان عنده جهاز انفكشن يعني كان نحط ابن عليه كان ريبتين ده جهاز انفكشن وصل لغايه الضاعي فكان عنده فيري سيريس انفكشن الواحد لما يشوف الهواء ده على طول يقول ده جاس كوري اورجانيزم الا لو طبعا ممكن يبقى جاس جنين او ممكن يبقى اذر فورمز وممكن طبعا شويه ناس مجانين بيجيبوا وقار من عوض يحمل نفسهم هواء
لا انا مش بهزر، زي ما في ناس بيقعدوا يعملوا يجرحوا نفسهم يعملوا ألسرز، يقول لها لما تهدي تسأل في فاكتا زي الفريس لو يعملوا نفسهم انسولين او ياخدوا ادويه ويعملوا يخبوا ويقعدوا الفيزيشنز يحتاروا، بيجي لهم هايبر انسولينزم وما يعرفوش في الاخر يطلع ان العيان بياخد نفسه انسولين او بيعوض نفسه او بيحمس هواء او طبعا بيبلع حاجات وحاجات كتيره تانيه. فدي كانت اكس راي بلين فيلم عن هيب ومريه ثلاث حاجات، مريه دي اتش اس بس ما كانش الغرض، كانت مريه الاولد هيب فراكشر ومريه الستنت الطويله دي. ساعات الستنتس يبقوا دراج الوتنج، يطلعوا دراجز عشان يمنعوا الستينوزز، ساعات يبقوا دراج الوتنج مشهورين قوي في الكورونرز يلوت اي ال يو تي اي ناس رومبوز يمنعوا الانترستنت سينوزز والثروموز افندم، بس مش بالحجم ده. والحاجه الاخيره طبعا الاير اللي موجود جوه جوه التيشو افندم. لا ده سب كتينيوس اير وير بيجين ذا ماسل. دكتور يعني ده كان بوست اوبريتيف انفكشن ولا لا؟ ده كان مش بوست اوبريتيف، ده كان جاي دايبيتيك وكان جاي بالانفكشن ده. السبليجن، فبدل ما نفتح من ريبير السبليجن دخلنا ستنتد جرافت، جرافت ستنتد زي اللي شفتوها بتاعت الاورطه، تقوم تقفل الخرم في خمس دقايق الموضوع يبقى خلاص. فندم الستنتد جرافت زي دي زي اليمين يبقى جرافت بس مصلوبة او مدعمة. الستنت هتبقى من غير الابيض لو حطيت ستنت بس الخرم يفضل موجود، لكن لو حطيت ستنت جرافت يبقى الخرم في الافيض اقفل بين الجرافت اللي هتفضل مكانها غير الستنت. الستنت هتبقى من غير الابيض، هتبصوا عليها تاني ان شاء الله. يبقى من ده اللي هتوقف عند كده النهارده.